النهارده في سويتشنج، ازاي السويتش بنتعامل معاه. يلا كده يا شباب، كده احنا دخلنا في السمستر 2 اللي هو بيقول عليه ايه، راوتينج اند سويتشنج اسينشال. كل الكلام اللي فات ده كان احنا لسه في السمستر الاولاني، ده السمستر الثاني تمام كده، هم اربعه سمستر. في كل سمستر المفروض خمس محاضرات او سته تمام. راوتينج اند سويتشنج اسينشال، البيزك في الراوتينج والسويتشنج. المفروض ان انا الثلاث محاضرات الاولانيين اللي جايين دول اللي هو بكره ويوم الخميس ويوم الجمعه اقفل البيزك سويتشنج ان شاء الله، اقفل كل حاجه في السويتشنج كبيزك، تبقى فهمت كل حاجه في العمل في السويتشنج تمام كده. هنبتدي دلوقتي بموضوع مهم اسمه الدي تي بي، وموضوع اسمه البورت سيكيورتي. خلصتهم نروح، ما خلصناهمش احنا قاعدين مع بعض صح كده، بس عشان نكون في الصور. تعال بقى كده، السويتش بتاعنا لما نيجي نشوفه، السويتش بتاعنا البورتات بتاعته، البورت بتاع السويتش، البورت بتاع السويتش ده بيبقى له حاجه اسمها مود. يبقى البورت بتاع السويتش له ايه؟ بورت مود. والبورت مود ده حالتين، حاجه اسمها ادمنستريتيف مود وحاجه اسمها اوبريشن مود. حلو. ويعني ايه ادمنستريتيف يعني ايه اوبريشن؟ ادمنستريتيف يعني الكوماندات هتكتبها على البورت بتاع السويتش. ادمنستريتيف يعني ايه يا شباب؟ كوماندات هتكتبها على البورت بتاع السويتش، اربع كوماندات تكتب واحد فيهم على حسب اللي انت عايزه. ايه هم الاربع كوماندات؟ اول كوماند حاجه اسمها دايناميك ديزايربل. دايناميك ايه؟ ديزايربل. تاني كوماند حاجه اسمها دايناميك اوتو. تالت كوماند حاجه اسمها ايه؟ ترانك. رابع كوماند حاجه اسمها ايه؟ اكسس. طب الاوبريشن مود هما حالتين، لا اما ترانك لا اما اكسس. والله ما انا فاهم حاجه. طب تعالى نشوف. بص يا جماعه، صلوا على النبي، السويتش بتاعك لو البورت ده هتوصله بسويتش تاني يبقى المود بتاع البورت لازم يكون ترانك. يبقى المود لازم يكون ايه؟ يبقى البورت ترانك ده اللي هو البورت اللي بيستخدم ايه؟ ما بين السويتشات. بمعنى انا البورت بتاعي عشان اوصل السويتش ده، عشان اوصله بسويتش تاني لازم يكون البورت ترانك. يا عم طب ما انا عندي بوصل السويتش بسويتش وشغال زي الفل. يا عم انا قلت لك انت شغال في حاجات بطاطس يعني. صح كده؟ يبقى البورت بتاعي لازم يكون يا جماعه ترانك. بس روق عليا والنبي ما تسالنيش دلوقتي. تمام؟ اما اشرح لك القصه كلها. خلاص كده هتلاقي القصه تمام. طيب لو البورت بتاعي بتاع السويتش هوصله بجهاز كمبيوتر او هوصله باي بي فون، عدة تليفون بتاع موظف، او هوصله بكاميرا، يبقى البورت بتاعنا حالته تكون ايه؟ اكسس. يبقى هما حالتين اتنين يا عم باسم في الاوبريشن في الشغل بعد ما البورت يشتغل، لا اما ترانك لا اما اكسس. ترانك امتى يا عم محمد؟ لو البورت بتاعك ده هتوصله بسويتش تاني. اكسس امتى؟ لو هتوصله بجهاز تاني. حلو تمام كده. وكل السويتشات اللي في الدنيا كلها اللي بتقبل برمجه يقول لك خش على البورت، والله لو البورت ده هتوصله بسويتش تاني خليه ترانك، لو البورت ده هتوصله بجهاز تاني خليه اكسس. سيسكو بقى اللي عملت فزلكه، عملت لك حاجه اسمها ايه؟ ادمنستريشن مود. الادمنستريشن مود ده كام حاله يا عم؟ قال لك الادمنستريشن مود ده اهو اربع حالات: دايناميك ديزايربل، دايناميك اوتو، ترانك، اكسس. يعني انت في ايدك تكتب كام كوماند؟ اربع كوماندات بس في الاخر، لا اما البورت بتاعك يقلب اكسس لا اما يقلب ترانك. يعني انت عندك في الادمنستريشن في الاداره اربع كوماندات، حاجه منهم هنكتبها بس في الاخر يا ابو حميد هيبقى في الاوبريشن بتاعك كام؟
النتيجه لا اما اكسس لا اما ترام. فانت يا معلم بقى لو البورت ده كان هيتوصل بجهاز عادي يبقى لازم أن تكون ايه عارف ان هو يبقى اكسس. لو انت عارف ان هو هيتوصل بسويتش تاني يبقى يكون ايه ترانك. انا بقول لك في شغلك سيبك من سيسكو خالص لان الموضوع ده عمل له مشكله عملت له مشكله وهحكي لكم عليها ازاي الاتاكر ضربهم في الموضوع ده. في شغلك البورت هتوصله بجهاز عادي اقلبه اكسس يا معلم. البورت هتوصله بسويتش تاني خليه ترانك. انا بقول لك الحاجات دي عشان الامتحان. لو هوصل يعني سويتش من ده بس هاخد سويتش عادي في الشغل يعني اخد سويتش عادي بقى خلاص لو بالسويتش ده هيبقى اكسس ولا هيبقى ترانك؟ اه خلاص دلوقتي هقول لك عليه قلت كده بس عليا تمام. ها خلاص كده طيب حلو الكلام. جه رضا عنده سويتشين في الشغل اهو عنده سويتش اهو تاني. فكروني نقول الفرق ما بين الباندويت والسروبوت والجودبوت ما قلناهمش ومحدش فكرنا حد ما حدش فيكم قاعد بيكتب والكلوك ريت تمام. عندي سويتشين اتنين فعمك رضا عايز يعمل لهم كونفيجريشن والبورت ما بين السويتشين دول هنا بورت وهنا بورت هنا بورت 0 على 1 وهنا بورت 0 على 2 مثلا. فعمك رضا لما جه فتح السويتش الاولاني عنده اربع كوماندات جه فتح السويتش الثاني عنده اربع كوماندات. فانا هقول لك كل حاله بالاربع حالات اللي قدامها يقلب ايه في الاخر انت فاهمني؟ يعني هو لو عمل دايناميك زربل في الاولاني وجيت التاني عمل دايناميك اوتو يبقى حالته ترانك ولا اكسس؟ يبقى هو عنده كام بورت كام حاله هنا؟ اربعه وكام حاله هنا؟ اربعه. في دايناميك ديزايربل ودايناميك ديزايربل اهو. لا ده هو قدامه كمان دايناميك اوتو وفي عنده برضه هنا في الناحيه التانيه دايناميك اوتو. ده سويتش وده سويتش صح؟ مش انا عندي سويتشين؟ طيب عندي ترانك وعندي ترانك عندي اكسس اهو وعندي اكسس صح كده؟ قال لك بص هو لو جيت في السويتش الاولاني عمل دايناميك ديزاير على البورت الاولاني وجيب الكوماندات نعملها بالكوماندات دلوقتي وعلى الكوماند والسويتش الثاني عمل دايناميك ديزايربل البورت دايناميك ديزايربل البورت بتاعك لما تعمله دايناميك ديزايربل يقعد يفرق كل سنتين يبعت حاجه اسمها نيجوشيشن مسج للبورت اللي قدامه مسج اللي قدامه يلا نبقى ترانك يلا نبقى ترانك يلا نبقى ترانك. فلو اللي قدامه طلعه يقلبوا الاثنين ترانك يبقى الدايناميك ديزايربل بيقعد البورت يبعت ايه حاجه اسمها سر التفاوض نيجوشيشن مسج رساله تفاوض للبورت اللي قدامه يلا نبقى ترانك يلا نبقى ترانك. طب ما اللي قدامه الاخر عايز يبقى ترانك يبقى الاثنين هيقلبوا ايه يا جماعه ترانك. حلو قوي. يبقى عمك رضا عمل في السويتش اول دايناميك ديزايربل مع اللي قدامه دايناميك ديزايربل كده هو في السليم لو البورت ده ما بين السويتشات. حلو. دايناميك اوتو ده واحد سلبي يلا نشرب شاي نشرب شاي يا معلم تمام يلا نخرج نخرج يلا نذاكر نذاكر. دايناميك اوتو ده عامل زي اللي قدامه وللاسف وللاسف ده الديفولت بتاع سيسكو يعني البورت من غير ما انت تغيره بيبقى في الوضع ايه دايناميك اوتو ودي كارثه. انت راجل خلاص بقى داخل على السويتشنج هتاخد كل حاجه على السويتشنج سيبك بقى من شغل الايه الصناعيه سويتش ارمي وحط كابل وشد انت عايز تفهم كل حاجه عن السويتشنج. دايناميك اوتو ده عامل حاجه باسيف ده حاجه سلبي زي ما الراجل ده بيقول على حسب اللي قدامه. اللي قدامه دايناميك ديزايربل كل سنتين عمال يبعت له نيجوشيشن يعني يبقى ترانك نبقى ترانك يا اخوي ومال. يبقى لو انت عامل واحد دايناميك ديزاير واللي قدامه دايناميك اوتو الديفولت هيقلبه ترانك يا معلم. ليه؟ لان الاوتو هياخد رساله من اللي قدامه شكرا يلا نبقى ترانك نبقى ترانك اهو اسمعني بس اه تمام. بقول لك يا عم ما هنا دايناميك ديزاير مع دايناميك اوتو يبقى ترانك ماشي. طب دايناميك ديزاير مع ترانك ترانك. طب دايناميك ديزايربل مع اوتو دايناميك ديزايربل هيبعت اربع رسائل تفاوض الراجل اللي قدامه دوت اكسس اكسس يعني رضا دخل على البورت الاولاني بتاع السويتش عملوا ايه؟ السويتش بورت مود اكسس انت اكسس ما تحولش وجيبوا اللي قدامه عملوا دايناميك ديزايربل الاثنين يقلبوا ايه يا ولاء؟ اكسس. دايناميك ديزايربل هيعرض عليه ثلاث مرات يلا نبقى ترانك
انا اكسس يا عم، انا الادمن قال لي تبقى اكسس، فالاثنين في الاخر يقلبوا اكسس. ما هو ده ستاتيك اكسس بيسموه كده، ستاتيك اكسس. انت دخلت يا باسم على البورت وقلت له سويتش بورت مود اكسس، وجيت على قدامه وخليته دايناميك، الدايناميك يقلب على الاكسس بس بعد ما يعرض عليه ثلاث مرات يقلب اترانك. طيب دايناميك اوتو مع دايناميك ديزايربل ترانك، طب واحد سلبي مع واحد سلبي، الاثنين منتظرين حد يقول حاجه، هيقعدوا الوقت بتاع الثلاث مرات بتوع رسائل نيجوشيشن محدش هيكلم حد، هيقلبوا اكسس. يا نهار ابيض، تصور لو انت عندك سويتشين سيسكو يا بيه ووصلتهم كده على الديفولت، الاثنين يقلبوا اكسس، ودي كارثه مش تفهمها دلوقتي، هتفهمها لما ناخد الفيلان مره بكره. هيشتغل معاك عادي كده على الديفولت، شويه اجهزه مع شويه اجهزه، انما لما نقسم السويتش بقى المجموعه من الشبكات هيقفل مش هيشتغل. دايناميك اوتو مش بس المفروض يبقى نيجاتيف. ايه نيجاتيف ده؟ سلبي. ما هو بس يعني سلبي ونيجاتيف يعني سلبي. والله بروح ادور عليهم في القاموس، نيجاتيف وبوزيتيف بس نيجاتيف وبوزيتيف في التردد، اما باسيف واكتيف ده في الحاله الشخصيه. ما ينفعش اقول عليك انت راجل بوزيتيف، يعني راجل بوزيتيف راجل اكتيف. بني ادمين والحاجات كده ما اقولش عليهم، او الحالات ما اقولش عليها بوزيتيف ونيجاتيف، تمام كده، ولا اكتف حاجه نشيطه، تمام كده. اما بص بيجي بقى ايجابي اكتر، تمام. باسيف يعني واحد يعني ما بيعملش حاجه، تمام. ها دايناميك اوتو مع دايناميك اوتو باسيف، دايناميك اوتو مع ترانك بقى. ترانك كل ما احط القلم هنا تاخده تحطه انت على الكيبورد، مش عارف دايناميك اوتو صح. طب دايناميك اوتو مع اكسس يا مصطفى، اكسس. طب ترانك مع اي حاجه، ترانك ما عدا مين يا معلم؟ الاثنين يقفلوا، الاثنين يقفشوا. ده انت داخله بايدك يا ولاء مخليها ده ترانك، وداخله بايدك مخليها له قدامه اكسس، محدش فيهم هيقلب. يا اما ترانك يا اما اكسس، بس الاثنين مع بعض يقفل خلاص الكابل ده مش هيشتغل. طب اكسس مع اي حاجه، اكسس ما عدا ايه؟ ما عدا ترانك هيعمل معاك مشكله صح؟ اهو حلو الكلام كده؟ الجدول ده انا بديهولك عشان خاطر الامتحان، وعشان تفهم ايه اللي بيتم من جوه سيسكو. غير سيسكو قعدت على اتش بي، قعدت على هواوي، هو ما عندكش غير اكسس وترانك. هو كان بس بيحاول يساعد اليوزر، كان بس بيحاول يساعدك، فعمل لك الحالتين الجداد دول، فعمل بروتوكول جديد. البروتوكول اللي انا بشرحه ده اسمه الدي تي بي، اهو اسمه الدي تي بي. لا هو احمد من ساعه ما شاله حطه على الكيبورد عشان ما جاش المره اللي فاتت. ها داي دايناميك، اهو دايناميك. البروتوكول اللي احنا خدناه ده يا جماعه اسمه دايناميك ترانكينج بروتوكول. ده موجود باي ديفولت على اجهزه سيسكو، على البورتات بتاع سيسكو. دايناميك ترانكينج بروتوكول حلو الكلام. الجدول ده هو اللي قدامنا ده ينحفظ، سهل جدا على فكره وسهل تحفظه. هجربوكم عملي حالا اهو، هجربوكم حالا اهو. لو جينا فتحنا الباكت تريسر يا ابو حميد اهو معايا مصطفى. ها مصطفى انت بتيجي في الاخر وتنام، فوق والنبي. ها اهو ادي سويتشين اهو، فالراجل جاب سويتشين عنده وجي جاب الكابل اهو ما بينهم كروس، صح كده صح يا عم باسم؟ زي بعض كروس اهو، 0 على 24 مع 0 على 24 يا معلم اليمات، هتفرق ولا تفرق اي حاجه؟ اعمل فاست فورورد كده عشان ما تنتظرش 30 ثانيه اهو، خلوهم ينوروا بسرعه اهو، نوروا خلاص. ما انا بوريه بس عشان هو مش شايف فين الزرار. لا رضا مش شايف فين الزرار. طيب تعالى كده نعمل ازاي اشوف حاله البورت. تخش على السي ال اي بتاع السويتش اهو، على المود الثاني، مش قلت لك هو مود الصيانه؟ بخش انيبل زي الراوتر بالظبط، والله زي الراوتر، نفس الكوماندات اللي خدناها الفيديو اللي فات هي اللي بتتكتب على السويتش برضه، تمام. ها شو انترفيس، واسم الانترفيس اللي انت موصل بيه الكابل،
سويتش بورد اسمه كده شو انترفيس نوعه رقمه سويتش بورد انتر. قال لك والله لا جوه هنا قال لك والله بصوا الادمنستريتيف مود ايه لان الديفولت بتاعه دايناميك اوتو ولما كان هنا دايناميك اوتو وقدامه برضه شغال دايناميك اوتو الاثنين قلبوا يا معلم الاوبريشن ايه اهو الجدول بتاعك اهو ده لسه ما مشيتش دايناميك اوتو مع دايناميك اوتو يقلبوا ايه الاثنين اكسس صح يبقى انت كده كده يا معلم عملت ايه عملت كارثه ده المفروض ما بين السويتشات يكون كرانك وهتحصل انه وتوصل انه هيشتغل الدنيا زي الفل لما تيجي بقى تخش على الكوماندات الادفانس بتاع بكره هتلبس في الحيطه وهقول لك هتلبس في الحيطه ليه انت اللي هتقول لوحدك بكره تمام لما نيجي نقسم بقى شبكات على سويتش وبيلانزو انما بقى جايب سويتشين من سوق الاثنين مع ما اعرفش ايه وموصلهم ببعض اه ماشي شغال تمام خلاص كده طيب الحل ايه الحل ايه الحل ان انا اروح على يما فيهم اخليها ترانك يبقى ترانك مع دايناميك اوتو يقلبوا ترانك او خلي حاجه ايه دايناميك ديزايربل يبقى دايناميك ديزايربل مع دايناميك اوتو خليه ترانك انما انا لو في شغل اساسا هعملهم ايه ترانك تمام مش هسيب حاجه للدايناميك خالص تمام طب انا هخليه دايناميك ديزايربل ازاي بقلب المود بتاع البورد كونفيجر تيرمينال اخش على البورد اهو انترفيس فاست زيرو على كام سويتش بورد مود عايز اخليه دايناميك ديزايربل دايناميك ديزايربل بس يا سيدي تعال ناخد الكوماند ده كوبي كده ونحطه في النوت باد اهو سويتش بورد مود ترانك سويتش بورد مود اكسس خلاص انا كده 024 بقى نوعه ايه دايناميك ديزاير تمام النهارده بقى تبقى جدع لو خدت الكوماندات دي وجريتهم النهارده تمام اول مره هتلاقي صعوبه ثاني مره صعوبه شويه بس اقل من الاولانيه كله لبات بقى اللي بعد كده كله لبات فانت مش تلحق فجريني بقى تمام اهو لو جينا هنا يا معلم دخلنا وقلت له شو انترفيس واسم الانترفيس سويتش بورد قال لك كان المود بتاعه دايناميك ايه ديزايربل قلب عندنا ايه ترانك شايفين اهو شو انا هنا ما عملتش حاجه في التاني خالص دايناميك ديزايربل مش التاني كان لسه على وضعه دايناميك اوتو يبقى دايناميك ديزايربل مع دايناميك اوتو يا معلم يديني ايه يديني ترانك والله دايناميك ديزايربل اهو دايناميك اوتو اهو الاثنين يديني ترانك اهو صح كده المره دي رحت على واحد فيهم خد دايناميك ديزايربل والثاني اللي قدامه دايناميك اوتو بقى الاوبريشن بتاعهم الاثنين ترانك الجدول بقى ما بيننا وبين بعض جدول صح كده اهو طب لو رحت اليمه الثانيه لو رحت اليمه الثانيه هتلاقي حالته دايناميك اوتو وشغال ترانك ليه لان اللي قدامه دايناميك ديزايربل حسب حاله البورت ولا اللي بعد ولا اللي بعد انت تظبطه على حسب ما انت عايز يعني هو اول ما بركب دايناميك اوتو زي ما احنا بدانا اقول لو وصلت بيه جهاز كمبيوتر يقلب اكسس لو وصلت بيه سويتش المفروض يقلب ترانك بس ما بيقلبش ترانك للاسف فلازم انت تخش لا تقلبه ترانك لا تخليه دايناميك ديزايربل لا تخلي اللي قدامه دايناميك ديزايربل حلو شو انترفيس واسم الانترفيس 0 على 24 برضو اهو سويتش ايه قال لك هو حالته دايناميك اوتو على وضعه القديم ديفولت اهو بس يا معلم قالب ايه طب ليه قالب ترانك لان اللي قدامه دايناميك ديزايربل صح كده طب كنت ممكن انا اطلع ناصح واقلب الاثنين اخليهم دايناميك ديزايربل شغال اخلي الاثنين ترانك شغال امال انا كنت مديك الجدول ده عشان الامتحان عشان في بروتوكول اسمه الدي تي بي سيسكو عامله اللي احنا بناخده في مشكله الدي تي بي ها في مشكله طيب سهل خالص الدنيا سهله هو بس احفظ الجدول او افهم الجدول تمام بالظبط كده النهارده كوب جردة نسكافيه وهيخلص الموضوع تمام نخش بقى على ايه على البورد سيكيورتي اهو
قبل ما نخش على البورت سيكيورتي، هو احنا لما نيجي نعمل ديزاين لاي شبكه بنعملها ازاي؟ قال لك في موديل عاملينه سيسكو عشان مش كل واحد يمشي بدماغه، اسمه الهيريكليكال موديل او التقسيمه الشجريه. لما تيجي تبني شبكه يا عم رضا تعملها في شكل شجره او في شكل هرم، ما تعمليش مراجيح مولد النبي وكابل رايح وكابل جاي وانت بس اللي عارف الكابل ده اللي رايح هنا. والله زي ما بقول لك كده، انا اول مره شغلي كان في سايت كده، يعني الفني هناك هو اللي كان عارف الكابل ده رايح فين بالظبط وجاي منين، اصلا مدخله من فتحه الكهرباء اللي ورا الباب ومطلعه ما اعرفش منين. فلو الفني مات خلاص هو الشبكه اندفنت معاه. انا زي ما بقول لك كده والله. انا اضحكك حاجه تانية. مين او ايه الهيريكال موديل ده؟ قال لك لما تيجي تبني الشبكه بتاعتك يا معلم، تبدا الاول بلاير تحت باول طبقه، تحط السويتشات بتاعتك اللي هتبقى متوصله باجهزه اليوزر. السويتشات دي بسميها ايه يا جماعه؟ بسميها اكسس سويتش، واللاير دي بسميها اكسس لاير. دي الطبقه اللي في وش اليوزر على طول، يبقى في سويتشات على طول دي موجهه لليوزر. والسويتشات ديت ممكن ما اجيبهاش غاليه، انا ممكن ما اجيبهاش سيسكو، ممكن لو ما معيش فلوس اجيبها 3 كوم، اجيبها اتش بي، اجيبها حاجات اهم حاجه عندي يكون فيها بورتات كتير عشان تلم مجموعه كبيره من الموظفين. فبسمي دي اكسس ايه سويتش. لو انا ما معيش فلوس اجيب سولوشن سيسكو شغال يا عم، تمام خلاص. البورتات بتاعه السويتشات دي ساعات بتبقى 100 ميجا او 1000 عشان السيرفرات، صح؟ فانا ممكن اجيب سويتش للسيرفرات كده لو عندي السيرفرات في مكان واحد، او اجيب السويتش ذات نفسه فيه بورتات 100 وبورتات 1000. تمام، 100 للاجهزه العاديه و1000 لمين؟ للسيرفر، لاجهزه السيرفر. حلو الكلام. السويتشات ديت ساعات بجيب فيها باور اوفر ايثرنت لو انا في شركه محترمه، لو انا في بنك مثلا، في شركه بترول، الموظفين هيستخدموا عدد تليفونات، فبجيب البورت بتاع كل سويتش من دول بيدعم الخدمه اللي هي بتاع الباور اوفر ايثرنت اللي قلنا عليها في اول يوم النهارده. ايه هي؟ ان البورت بتاع السويتش يديني كهرباء ويديني داتا، فعادي التليفون تاخد كهرباء من البورت بتاع السويتش على طول اهي. يعني كده البورت بتاع السويتش اهو بوصله بعده التليفون يا معلم، عده التليفون في ظهرها بيبقى فيه سويتش اوصله بجهاز الكمبيوتر بتاع الموظف. ما انا مش كل موظف احجز له بورتين يا معلم، هو عده التليفون بتاع سيسكو اللي هي اي بي فون بتاع سيسكو لو جيت قلبتها ما ممكن نشوفها هنا دلوقتي. ممكن اجيبها لكم، اجيبها لكم من عندي عادي، عندي واحده يا عم بالنسبه بتاع انت. لا لا بص كده، سيسكو في عده تليفون سيسكو اي بي فون اهي اهي، اول ما تشوف صورتها هتلاقيها في البنك وهتلاحظها بعد كده اهي. تمام. دي عده التليفون بتاخد اي بي، ويبقى الموظفين بتتكلم مع بعضهم من غير اصلا ما تروح لمصريه اتصالات. يعني انت قاعد في الكليه عندك في شبين بتكلم فرع الجامعه الثاني اللي في السادات، موظف ثاني في السادات، من غير اصلا ما تعدى على مصريه اتصالات، بس انت فروعك كلها متربطه مع بعضها سيسكو ومأجر كابلات فايبر داخلي. يعني البنك الاهلي الموظفين اللي جواه بيكلموا بعضهم في الفروع الثانيه كلها من غير ما يقول لي ولا يدفعوا فواتير عندي. وامتى يكلمني انا يطلع من على مصريه اتصالات؟ لما يكون بيكلم واحد بقى في بيته، بيكلم عميل، انما بيكلم موظف جنبه بيكلم العيده دي. العيده دي بتتوصل بالسويتش كانها جهاز كمبيوتر وبتاخد اي بي كانها جهاز كمبيوتر بالظبط. تمام. لو جبت ظهرها انا عايز بس اشوفه من ظهرها كده اوريكم بس ان هي ازاي بتشتغل هب من ظهرها كده. عايز بس اجيب لك، هي لو مقلوبه هيجيب ظهرها اهي اهي اهي. شايف يا معلم؟ هتلاقي هنا في مكان للكابلين اهو، شايف؟ واحده بتاخد الكابل اللي جالك من السويتش اهو. يعني انا الكابل بتاع السويتش اهو ارسمها لكم اهي، ادا السويتش اهو، ادا البورت اللي جاي من السويتش، قوم داخل في ظهر عده التليفون، والبورت الثاني في عده التليفون يروح لمين؟ لجهاز الموظف. طب عده التليفون دي يا معلم عايزه كهرباء من الحيطه. هو انا يا عم ده انا عندي، انت لو رحت جيت مثلا عندنا في الناس بتوع الفون بوتيك والكلام من ده تحت بتوع المبيعات بتلاقينا عاملين بارتيشنات، يعني اوضه زي دي كده قاعد فيها 20 واحد، ديسك كده في النص بمكتب باربع بارتيشن حوالين بعض، وكل واحد قاعد ايه قدامه عده التليفون بتاعته والجهاز مطحون في شغله. ف
فانا اجيب له كل واحد من دول في شق كهرباء منين للجهاز وفي شق كهرباء منين للتليفون. فبنلغي الكابل بتاع الباور ده وبنجيب بداله البورت ده ايه؟ باور اوفر ايثرنت. يبقى عادي التليفون بتاخد كهرباء منين؟ من السويتش على طول. بس على كابل مين يا معلم؟ كابل الداتا اللي هناك اللي احنا كنا لسه مقرجينه من شويه ده. بس ما يجيش عليها الخط بتاع النت. نعمل كابل ازاي؟ خط ايه؟ ده ما ينفعش الاداه دي اجيب عليها خط النت. خط نت ايه يا واد؟ خارجي. لو عايز تجيب لها خط خارجي. لا انا مالي خط نت. اصل خط النت الخارجي يا ابني النت الخارجي ده بيجي من السنترال. هي دي متوصله بالسنترال. لا بس بس ما ينفعش يجي عليها. ده انت تعمل ارقام وتعمل كل حاجه. نت ايه بس وبتاع ايه؟ النت بيجي لك بخط التليفون اللي جاي عليه حراره من السنترال. تمام؟ طب ال السويتش او الراوتر بيبقى جاي من يعني انا بحط له 20 جنيه اصلا باشمهندس اللي هو طار مكتوب عليه جميل بيبقى مكتوب عليه بيبقى مكتوب عليه مكتوب عليه اه رضا بيبقى مكتوب عليه. لا ده كمان ده كمان انت وانت بتشتري سيسكو يقول لك يقول لك يقول لك ايه يقول لك انت بتشتري سيسكو في في بيجي كامل كله البورتات بتاخد باور بروفيسور نت وانت بتشتري سيسكو تقول له ايه ده كمان ممكن تقول له ايه لا انا عايز اربع بورتات بس باور بروفيسور نت قصدي بفلوس يعني ممكن احدد كمان اه طبعا او عايز كله باور اوفر نت. انت لو دخلت دلوقتي على موقع سيسكو دوت كوم تمام اول ما بتخش على طول وتطلب مثلا شاتنج مع حد منهم تحكي له قصه حياتك كلها انت عايز تعمل ايه وهو يديك الحل السولوشن تاخد موديل ايه مع موديل ايه مع موديل ايه. حتى سيسكو تقول لك انا ما ببيعش سويتشات وراوترات انا ببيع سولوشن. هو انت عايز تعمل ايه ومنظر وظيفتك ايه تقعد تحكي له السيناريو بتاعك كله والله لا خد سويتش كذا مع سويتش كذا مع راوتر كذا عشان اللي ده كويس الحل ده. طب انا عايز اعمل فيديو كونفرنس والله بيشيل لك الفيديو كونفرنس الموديل كذا وكذا وكذا تمام يديك حل لو انت مش عايز تشتري ديفايسز فيديك الحل بحاله بس يتساعد بقى في الفلوس. تمام لو في مشكله في السويتش لو في ايه في مشكله ما في سبورت في سبورت في سبورت يعني مثلا عندنا في الشركه احنا السبورت بتاعنا ساعتين يعني لو السويتش انحرق ساعتين يكون السويتش اللي موجود عندي. في ناس 48 ساعة في ناس شهرين ماشي مش مشكلة وكل ده بفلوس. هو لو ساعتين ده انت هتديله مثلا اوضة من عندك يعملها مخزن له ويبقى عارف ايه السويتشات اللي عندك وكلام من ده لو انت عايز هو يسمي لك سبورت. انما لو انت بقى عايز تعمل سبورت مش عايز عقود سبورت ولا كلام من ده لا خلاص بقى مع نفسك انت عشان فلوس لان العقود دي بسنة. يعني لو في مشكله اصلا حتى لا عام بفضل مثلا على سيسكو اه مثلا مشكله عندنا بتروح بقى للفندور اللي بيع لك من تحت سيسكو. سيسكو ما بيبيعش مثلا في شركه اسمها سيليكون موجوده هنا في مصر بتبيع رايه بتبيع تمام كده تروح بقى الرايه تود لهم السويتش يظبطوا بس عموما حاجات الهاردوير كده كده بيبعتوها بره تظبط وترجع. لما حاجه سوفت وير انت بتعملها يعني الاي او السواقه بتعملها قليل اول لما بيحصل حاجه هاردوير تحصل امتى؟ باور عالي مره واحده وانت ما كنتش عامل لنفسك عامل ستابلايزر ولا اي حاجه جوه راح مطير لك كل الباور سبلاي بتاع السويتشات. حريقه حصلت فعلا في المكان وغالبا لما بيحصل حاجه زي كده كل الاجهزه بتترمي. المروحه الباور دي مش المشكله اللي عندي. مروحه مثلا؟ اه طب ما تنفضها يا عم وخلاص. هي بتوقف. بتوقف؟ اه يعني كل ما عندنا السبريت بتاعها دي بقى ساعتين وبعد ساعتين لا هو يفتح لنا. لا والله ده ده باور دي جوه عايز نفكر هو ده انا عشان كده كان ناوي جبنا واحد تاني بالظبط عشان قلت اما اشوف ده لو اتحل ده انا ليه حتى بالظبط. لا خش بقى على الفيندور بتاع سيسكو وشوف مين الفيندور اللي هو نوع سيسكو. سيسكو سيسكو كام؟ اخد اهو. لا والله 1960 لا مش لا الرقم هجيبه اللي هو اللي هو زي اخد ده كده ما ده 1960 وفي 1950 هو اخد بالظبط باشا. لا ده هو مش بس هو كذا هو كذا 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 في 50 اقل منه ماشي. لو عايز ودي الفيندور وديه هيظبطه لك. لو مش عايز يبقى في ناس بقى بتوع اللي بيصلحوا الكترونكس بس ده يعني ايه هيبقى سعر اقل بس ماشي. اين كان بقى خلاص يا جماعه يبقى البورت بتاع السويتش ها البورت بتاع السويتش شفنا الاي بي فون كده البورت بتاع السويتش بتاعنا ننور عادي اهو. لما نيجي نعمل ديزاين بقى اسف بيبقى عندنا اكسس لير محطوط عليها الباور اوفر ايثرنت ومحطوط عليها كوماند هناخده دلوقتي ان شاء الله اسمه بورت سيكيورتي.
ايه البورت سيكيورتي؟ كل بورت رقم ثابت. لا البورت سيكيورتي انا عايز، فاكرين المره اللي فاتت الماك ادرس كان السويتش بيعمل ايه لما يجي يتعلم الماك؟ لما الجهاز يبعت ياخد الماك اللي بعت الباكت مع البورت اللي متوصل بيه ويخزنه عنده دايناميك لمده 5 دقائق ويغيره لو ما. طب الله يكرمك. طب لا بقى يا معلم، انا عايز السويتشات بتاعتي اللي موجوده في الجامعه كل بورت يبقى لاقط الماك اللي متخزن بيه واستاتيك، ولو حد حاول يغير الماك البورت يقفل ويبعت لي لوج وما يفتحش غير لما انا افتحه. لا لا لا، لو رجع الجهاز تاني يفتح. كل الكلام اللي انا بقول عليه ده اسمه ايه؟ اسمه البورت سيكيورتي. الكلام ده كله بيتطبق فين؟ في اللير اللي تحت اللي متوصله باليوزر. مش دي اللير اللي متوصله باجهزه اليوزر؟ يبقى يتطبق عليها البورت سيكيورتي. طب وبعد اللير دي يقوم رضا مجمع الكلام ده على لير اكبر منها. اللير اكبر منها دي بيسموها ايه بقى؟ ديستريبيوشن لير. ديستريبيوشن ايه؟ يوم مجمع كل سويتش على سويتشين او ثلاثه اهو عشان الشبكه بتاعته ما تقعش، عشان لو لينك وقع التاني شغال، سويتشين او ثلاثه او اربعه. العمليه دي بسميها ايه يا جماعه؟ العمليه دي بسميها ريدندنت، وهناخد عليها مواضيع كتير قوي. الريدندنت دي، ريدندنت يعني ايه؟ يعني بكرر اللينكات. شايفين السويتش ده؟ السويتش ده ما ينفعش يقع. انت عارفين ان امتى يقع؟ لما ده يقع وده يقع، صح؟ شايف كل واحد عامله ازاي؟ مع اللير اللي قدامه عامل ازاي؟ ده انا ممكن اوصله كمان بالتالت لو انا عامل ديزاين صح، عشان الشبكه تحت على طول تبقى افيلابل. مفيش حاجه يابا بره اسمها اروح اسحب فلوس المكنه واقعه، الشبكه واقعه. هناك ده عندنا تمام، انما مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها الكهرباء واقعه. انت مديني خدمه 24 ساعه في 7 ايام، تمام كده. ماضي معايا حاجه اسمها يا جماعه سيرفيس ليفل اوف اجريمنت، ده حاجه مشهوره جدا بره اهي. اس ال ايه؟ يعني ايه كلمه اس ال ايه؟ يعني انت واخد خدمه 24 ساعه في 7 ايام، مفيش حاجه اسمها الكهرباء تقطع عشان ما عنديش مناوي بترول، انا بدفع لك فاتوره عشان كده، تمام كده. فانت كراجل بتاع شبكه مطلوب منك ان الشبكه بتاعتك تكون اب على طول، لو وقعت هتتحاسب. طب بعد الديستريبيوشن لاير باجي اربطهم بقى على سويتشات لاير 3 اهو. لو انتوا جامعه ولا حاجه اهو جامعه او شركه بترول، او اللاير دي بيسموها كور لاير، ده الكور بتاعنا. طبعا الشجره دي بتقدم لي بنفيتس كتيره جدا. شكل ايه؟ شكل ايه؟ اول حاجه في البنفيت هي حاجه سكيلابل. سكيلابل يعني ايه؟ يعني في اي وقت الفرع بتاعي يزيد والشبكه عايزه تكبر اقدر اكبرها بمزاجي يا محمد، ماشي؟ مش راح اجيب باسم اللي عامل الشبكه عشان يعرف يكبرها لي ويعمل لي رجل زياده وسويتش من سويتش من سويتش ومن اكسس من اكسس. لا اهو يابا عايز اكبر الشبكه، سويتشات خلصت عندي، عايز اكبر الشبكه من عينيا الاثنين. فين يا عم؟ احط سويتش هنا اهو، واقوم لضمه في مين؟ اهو في سويتش 2 3 من اللي فوق اهو. حلو اهو اهو، اعتبر ان فينا سويتش اهو. شايفين؟ طب السويتشات اللي فوق قفلت، تحت كتير قوي قفلت، اجيب سويتش احطه فوق في الديستريبيوشن يبقى واحد معايا. الشبكه بتاعت عماله تكبر، وبتكبر بانتظام. يعني ايه بتكبر بانتظام؟ يعني لو عندي هنا سيرفر، الراجل اللي موجود هنا اللي قاعد هنا عشان يوصل السيرفر هيعدي على كام سويتش؟ 1 2 3 وصل السيرفر. طب الراجل الجديد اللي هنا برضه 1 2 3 وصل السيرفر. يبقى انا وانت موظفين زي بعض، بنوصل السيرفر بنفس السرعه ولا لا؟ شوف بس بقى في الجامعه عنده هيعمل ايه؟ سنة يا عم، هات يا عم السويتش الجديد، وصل بالقديم، وصل بالقديم،
وصل بتلاقي واحد قاعد هنا كده بيخش على السيرفر، واحد قاعد هنا بيخش على السيرفر، ده بيطلع روحه ويعدي على 10 سويتشات عشان يوصل السيرفر، والتاني بيوصله بعد 3 4. بقى دي شبكه، بقى ده ديزاين، ده الديزاين الستاندر. تمام، ادي اول واحده. تاني حاجه عندنا السكيلابل، تالت حاجه عندنا حاجه اسمها بعد السكيلابل، تاني حاجه عندنا حاجه اسمها ريدندنت. يعني ايه ريدندنت؟ يعني كل سويتش مربوط بالسويتش التاني بلينك او اتنين او تلاته، فالشبكه بتاعتك هتبقى الافيلابيلتي بتاعتها عاليه جدا. افيلابيلتي يعني الاتاحيه، عمرها ما هتقع، ولو وقعت بقى يبقى ده ظروف خاصه في الصيد كله، صاروخ انضرب في الصيد. مفيش حاجه اسمها شبكه وقعت انك مأمن نفسك، لا ده كمان يا معلم هديك بقى كوماندات في شابتر كامل اسمه الايثر تشانل. ازاي لو انت عامل ريدندنت ما بينك وبين السويتش اللي قدام، يعني انت رابط السويتش اللي تحت بثلاث لينكات مع السويتش اللي فوق، ازاي بقى تستفيد من الثلاث لينكات دول، تجمع توزع عليهم الترافيك، تديك سرعه، الله يكرمك، تعلي البرفورمانس. يا نهار ابيض، احنا هناخد حاجه تعمل كده؟ اه والله هناخد الثلاث لينكات دول نخليهم لينك واحد، لما الراجل يجي له فريم مره يبعته من يماد، ومره يبعته كده، ومره يبعته كده، بقى عندك براءه كانك مثلا بتوصل من نجبين لطنطا بثلاث طرق، فمره العربيه بتنشمها الطريق الاولاني، ومره العربيه بتنشمها الطريق الثاني، ومره العربيه بتنشمها الطريق الثالث. صح كده؟ صح الكلام؟ لو واحد منهم مقطوع الاثنين شغالين، فالشبكه عندك على طول افيلابل. تمام؟ زائد كمان الصيانه المينتيننس بقت سهله جدا. مش استنى اما باشمهندس زعبوله اللي ماسك معرفش ايه يجي منين. اه لا يا معلم، ده هو الجهاز هنا واقع، الجهاز هنا واقع. طب كل الاجهزه اللي على السويتش دي واقعه؟ اه، يبقى لعيب في السويتش ده، يبقى في مشكله في السويتش. طب الجهاز ده واقع، طب اللي جنبه واقع؟ لا، يبقى لعيب في الكابل بتاع السويتش الجهاز ده. لحظه وانا واقف احدد. زائد كمان يا معلم الكونفجريشن، شوف دي كلها خصائص، دي كلها مميزات. زائد كمان يا معلم الكونفجريشن، حضرتك كمان شويه كده هنعمل كونفجريشن على سويتش واحد منهم وناخده كوبي على كل السويتشات اللي في نفس اللينك. عيش حياتك بقى، ابقى قاعد في مكان مركزي اسمه سيرفر، هنعمله بحاجه اسمها في تي بي كده، اكرت عليه كل الفيلان واقول له عيش حياتك. اصل انت عارف يعني ايه 10 15 سويتش يا محمد؟ انت عايز لك عربيه تقعد تلف حواليهم على فكره. ده كل واحد الفرق ما بينك وما بينه 100 متر، ده لو كان متوصل ما بينه وبينهم فايبر. عيش حياتك بقى، يعني مره رحت من عمان المينا بتاع دبي هنا في السويس 5 كيلو جوه، ومشحن واي تي ورا، وصار بزمان في جامعه مثلا، سويتش في كليه ما اعرفش ايه، وسويتش في كليه ايه، وسويتش في كليه ايه، عشان تطبق كوماند كونفجريشن المفروض تعدي عليهم كلهم. هتقول لي في تي واي وما اعرفش ايه، ممكن تنسى واحد منهم، وانت شغال فيرشوال كده ممكن تنسى واحد منهم، انما ده بيحدد لك سويتش منهم يبقى سيرفر وياخد الكونفجريشن يوزعها على الناس كلها. شفت يا معلم؟ تمام؟ نمت ولا ايه؟ قرب اسحبها، قرب اسحبها. ها حلو الكلام كده؟ اللي احنا بناخده ده يا جماعه اسمه الهيريكال موديل. طب انا لو شبكه صغيره هقعد اجيب سويتش اكسس وديستريبيوشن وكور؟ قال لك لا، ممكن الشبكه بتاعتك تكون اتنين لاير على طول، اكسس والكور والديستريبيوشن نحطهم ايه؟ مع بعض كده اهو، شبكة صغيرة. دي بيسموها كولابسد كور ديستريبيوشن. يعني ايه؟ يعني الكور والديستريبيوشن مع بعض في لاير، والاكسس لوحدها في لاير. فلو عندك شبكة صغيرة مش شرط بقى تعمل ايه مولد، هو الطبيعي ان احنا في كل دور بنرمي سويتش، ده اكسس بنجمع عليه اجهزة الموظفين، في المبنى تحت نرمي السويتش ديستريبيوشن بتاعهم. تمام؟ ويكون انت السويتشات اللي في المبنى دي متوصله مع الديستريبيوشن بتاعهم، متوصله مع الديستريبيوشن بتاع ايه؟ مبنى تاني. قبل ما اخرج من السايت بيبقى في عندي كور. حلو؟ يعني الكور بتاعنا ده اهو لسه له استخدام، الكور ده لسه له استخدام اهو. هو راح فين؟ 21 اهو الكور ده. الكور ده يا شباب بقى لما اكون عايز اربط الفرع ده بفرع تاني اعمل ايه؟ اهو محطة الراوتر، اهو الراوتر بتاعي اهو بقى، ما ده الراوتر في ايديته بقى اهو.
حلو. والراوتر ده موصله مع مين؟ مع الراوتر بقى في الموقع التاني. والموقع التاني الشبكة بتاعته مراية من دي. اول ما تخش الشبكة كور ديستريبيوشن اكسس. يبقى كل دول عندي فيه سويتش ايه؟ اكسس. المبنى فيه ديستريبيوشن. طب مجموعة من المباني هجمعها كلها على كور. الكور ضربته براوتر. الراوتر مخرجني بره المبنى على خط الفايبر. حلو الكلام؟ ها؟ يبقى لو جينا نرسمه بالراحة هنرسمه كده. اكسس اهو. اهو. دي كابلات اكسس اهي. كل دور فيه واحد. ومجمعها مجمع المباني بتاعتها على اكتر من ديستريبيوشن. عندي مبنيين شغال يا عم اهو. 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 يبقى عندي سويتشين في مبنى وسويتشين في مبنى. عندي مبنيين كل واحد منهم دورين. ماشي يا عم باسم؟ فرحت مجمع دول على الديستريبيوشن بتاعهم ومجمع دول على الديستريبيوشن بتاعهم. واخد باقة من اللينك ده على ده واخد باقة من دول على دول. هخرج بره الموقع بتاعي. هجيب ايه؟ هجيب كور اهو. طب عايز اعمل باك اب عشان الشبكه ما تقعش، هات اتنين كور اهو عشان الشبكه ما تقعش. كور لير 3 سويتش اهو. حلو. طيب الكور دول ممكن اوصلهم مع بعض بلينكات كده، وطبيعي بنعمله كده. وبعدين اقوم لقيتهم على مين؟ على الراوتر بتاعي اهو. الراوتر ده بيبقى متوصل براوتر في داتا بقى او مصريات اتصالات اهو. انت جيت جوه الشبكه بتاعتي داتا او مصريات اتصالات. طب والراوتر بتاعك اليمة التانية اهو. وهتبتدي بقى تخش على مين؟ على كور تاني وديستريبيوشن تاني واكسس تاني. مراية بقى اعكس دول اقلبهم بس يا سيدي. ايه؟ ايه؟ بالظبط ليه يا عم؟ يا عم بالظبط ليه؟ سنة يا عم سنة سنة سنة. برضو برضو كل ما وصل ما وصل ما وصل شدة. مش عارف انت ليه؟ ادي مبنى اهو، ادي مبنى اهو، مبنى اهو، مبنى كلية حقوق ومبنى كلية تربية، الاثنين في مكان واحد. المبنى ده دورين، حطيت في الدور الأولاني السويتش الأولاني، الدور الثاني السويتش الثاني، جمعتهم تحت في المبنى على سويتش في أوضة مركزية تحت. ماشي؟ المبنى ده جمعته على السويتش برضه بتاعه بتاع المبنى بتاعه عشان اعمل باك اب. خدت الاثنين بتوع الدورين دول، خدت منهم كابلات للسويتش بتاع تربيه، وبتوع تربيه خدت منهم كابلات للسويتش بتاع حقوق. حلو. الاثنين رحت رابطهم على مين؟ على كور. قال لك الكور ده لو وقع الشبكه كلها وقعت. راح جايب كمان كور باك اب ليه اهو. تمام. بس هنا بقى ما ينقلش الداتا بتاع اللي هنا اللي بتاع حقوق ما ينقل يا عم، الشبكه واحده ما ينقل. ايه المشكله؟ انت مشكلتك في ايه؟ انت مشكلتك في ايه؟ انا بعمل له طرق جديده بس وخلاص. تمام. ودول رحت جاي مجمعهم على راوتر اهو. الراوتر ده يا معلم بيسموه الايدج راوتر. الايدج راوتر يعني الراوتر اللي ربطني بالناس اللي بره، اخر راوتر عندك. بس ممكن تربط براوتر 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 على حسب ما انت عايز بقى. حلو. اللينك ده اللي في الادوار ده اسمه اكسس، ده اللي متوصل باليوزر. اللي موصل المباني اسمه ديستريبيوشن. اللي طالع من السايت اسمه ايه؟ كور يا معلم. حلو. في مشكله كده عند حد؟ ها في مشكله كده عند حد؟ طيب السويتشات بتاعتنا بقى انواع. لما نيجي نعمل نجيب السويتش نشتري انواع. ايه الانواع؟ في سويتشات لما تيجي تفرود الداتا حاجه اسمها ستور اند فورورد. وفي سويتشات شغاله بمبدا اسمه الكات ثرو. ايه الحق اللي ايه القصه دي؟ معلش عشان بيجي سؤالنا هنا وسؤال هنا في الامتحان. خلاص بلاش ناخد البورت سكيورتي النهارده، ناجله لبكره. ايه بقى الستور اند فورورد؟ السويتش بتاعك فاكرين الفريم كان عامل ازاي؟ الفريم كان له هيدر وديل وتيلر. اهو الهيدر كان فيه ايه؟ كان فيه الديستنيشن ماك والسورس ايه؟ ماك. في حته الستور اند فورورد يا عم باسم كان بينتظر الفريم كله يخش جواه ويعمل العمليه اللي في الاخر اللي اسمها ايه؟ السي ار سي او الاف سي ام او في اس الاف سي اس اللي هو الفريم شيك سيكونس، المعادله اللي كانت بتتم عند السورس وتتم عند الديستريشن. فالسويتشات ديت
كانت بتعمل ايه؟ تنتظر الفريم يخش جواها بالكامل وتعمل المعادله، لو المعادله صح تفرمل، لو المعادله غلط توقع. قال لك بس دلوقتي احنا ننقل فويس، الموضوع ده بيعمل ديلاي، بنتظر الفريم كله وبعدين اخد القرار بعد ما الفريم يخش، فده ديلاي صح؟ قال لك خلاص يا عم، عملوا سويتشات اسمها الكاتسرو. ايه الكاتسرو؟ نوع من انواع السويتشات بينتظر بس اول 6 بايت اللي هم مكتوب فيهم مين؟ الديستنيشن ماك. اول ما يشوف الديستنيشن ماك يقوم مطلع من البورت، يبقى الفريم لسه ما دخلش من البورت اللي جاي منه ونصه طالع من البورت التاني بيجري سريع، ما بينتظرش ياخد الفريم كله. بس ده مشكلته في ايه؟ مشكلته ممكن يكون الفريم اللي انت بتفرضه المعدل اللي مكتوبه فيه غلط، معلومات متشوهه، فيروح لحد الجهاز اللي رايح له والجهاز يعمل المعادله اللي هي غلط يوقعه، يبقى كده حجز بند ويسع على الفاضي. هو سريع صح، بس في ايه؟ ممكن يعدي فريمات فيها مشكله، اهو ده سريع، بس بعد ما يروح للجهاز اللي رايح له يجي الجهاز يعمل المعادله يلاقيها غلط، يعمل فيها ايه؟ يقوم رميه. طب السويتشات بتاعتنا دلوقتي شغاله بايه؟ بالنوع الاولاني ولا بالتاني؟ قال لك لا يا عم، احنا ما ينفعش نشتغل بالنوع الاولاني ولا نشتغل بالنوع التاني. امال نشتغل بايه؟ نشتغل بنوع اسمه الفريجمنت فري، ده كل السويتشات بتاعتنا شغاله بيه، فريجمنت فري. السويتش ده قال لك ايه؟ قال لك عملوا تحليل كده على الديستنيشن ماك والسورس ماك، اهو عملوا تحليل كده يا شباب، قال لك معظم الفريمات اللي بتعدي وتبقى نويز، تبقى ضوضاء، ما تبقاش فريمات فيها مشكله، 80% منها، 80% من الفريمات دي حجمها اقل من 64 كيلو. يعني كل السويتشات اللي بيبقى فيها مشكله بيبقى حجمها اقل من 64 كيلو، تمام؟ 64 بايت، اسف، كيلو ايه يا عم؟ 64 بايت. ده قانون موجود في العالم بحاله، 80% من اليوزر عاملين 20% من اليوزر عاملين 80% من المشاكل، 80% من الزباين عندك، 20% من الزباين عندك عاملين 80% من المشاكل، 20% من الشعب هم اللي بيعملوا الثورات والزفت ده. لو جيت قتلتهم حطيتهم في السجن 20%، هو 20% اللي بيحركوا الدنيا كلها. احنا الطبيعه بتاعتنا احنا قاعدين ساكتين مفيش تشينج، تمام كده؟ بالظبط. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ 20% من الاجهزه عندك في شغلك هي اللي جايبه لك 80% من المشاكل في شغلك. لو ظبطت ال 20% دول تمام، وكلنا عارفينهم، يعني كله عارف المشاكل، الاجهزه اللي فيها مشاكل فين عنده شغل. نفس الوضع، 20% من الباكيتات اللي بتعدي كانت بتطلع 80% من المشكله. طب ال 20% دول اللي هم ايه؟ حجمهم اقل من 64 بايت. قال لك خلاص، لما يجي لك الفريم، السويتش بيعمل كده يا جماعه، بيشوف الفريم ده رايح فين وما ياخدش قرار عليه، ما ياخدش قرار الا لو حجم الفريم اكبر من كام؟ من 64. لو الفريم طويل حجمه اكبر من 64 هيعديه، طب لو قصير يعمل لي تشيك صم، شوف ده نويز ولا فريم مظبوط، تمام؟ كل السويتشات عندنا بتنتظر كام بايت؟ 64 بايت. هو كده مسك الحالتين بالظبط، الله يكرمك، تمام كده؟ طيب نوقف لحد كده النهارده.